نعم. سبك الله يا شيخ. قال تعالى: وليالي العشر، هل مقصود بها عشر ذي الحجة أو العشر الآخر من رمضان؟ وفيها خلاف بين العلماء، منهم من قال أن عشر رمضان لأنه قال وليالي العشر، ومنهم من قال عشر ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولو قال قائل يشمل هذا وهذا، لا لا بأس، كلها عشر فاضلة، لكن عشر رمضان أفضل بلياليها، وعشر ذي الحجة أفضل بنهارها. نعم.